قدعك ارجع هناك، ارجع هناك لو ما ترجع. اها ما اعرف عنده كلام معين يجوز يريد يحكي، ما نعرف يوجه رساله لكم، ما نعرف هو هم ما مقتنع اصلا، ما مقتنع ما نعرف. هو انت ليش هو انت مقتنع اكو كلب يحكي؟ اذا الكلب يحكي فهذا حينقله في الامراء وبحبي هذا. يعني تخيل تقول لك كلب انت مقتنع يقول لك لا والله مو مقتنع، هنا انا تروح تشوف لك جامع وتقتل هذا الدابه من علامات الساعه الكبرى حبي. انا اقول لك شوف الاسباب، تروح تسال الكلب، الكلب نفسه ما مقتنع، الكلب نفسه ايش بيه هذا؟ ايش بيه هذا؟ هو راد يعوعو بس تعاجز دار وجهه وراح. بعدين واضح جدا انك اقتحمت خصوصيه الكلب وكان مشغول بشيء معين وانت خربطت عليه سلسله افكاره، ما تدري جوز كان ضارب له صفنه على كلب، ما تعرف. واقف بالفي خطيه المسكين يم العرباين، اجى العزيز، انت مقتنع؟ انت مقتنع؟ ها مقتنع؟ او او خلاص مصر يسوي كلب لقاء. خليني ارجعك هنا، خليني ارجعك هنا، ما ترجع، ما ترجع. الكلب عنده شخصيه، يجوز ما يريد يطلع منه جبه. جوز منه. عوف الكلاب، شوف لنا اسباب الغرق. شلون نايم المدلول حلوه نومته؟ يعني تفضل. الان يعني تفضل. ساد على وياي انت؟ تفضل. يعني تفضل. يعني هسه احنا تفضل. بالله عليك يعني في حظر تجوال وتفضل. وفي هاي المناطق المعدمه شرق بغداد تفضل. ونايم المدلول حلوه نومته. يعني ما 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 يصير هذا الكلام اخواني، تفضل. الان هذا بنص البيوت وبنص، تعال بابا، تعال. تعال اقعد هنا. هذا كم يوم صار له؟ كم شهر؟ تفضل تفضل حبيبي تفضل. ليش قاعد تسال الطفل على الكلب مسؤول النفوس مال الكلاب بالمنطقه؟ هو ليش عم تبين؟ يعني هذا الانسان شغلته يقول هذا الكلب ولد يوم 17/3/1991 يعيش 19 سنة، شنو ليش تسأل ايش قصار له هناك؟ كلب موجود، كلب عايش. هذا حال مو صحيح، تفضل مو صحيح، مناطق شرق بغداد تفضل، المعدمة والبائسة تفضل، وهذا يعني هذا هذا هذه الكلاب السابعة جل الله سامع تفضل، وهذا حالها وهذا هذا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا رب البعلوان، يا رب البنمر، يا رب المقاطمة. هاي أول مرة بحياتي أتمنى الكلب يعرف يحكي حتى يجاوبك، بس فهمني، شاخ على حائطك، معوعو على سيارتك، مركضك بتالي الليل، ماكل من زبالتك، عوفه مو هو كلب وراح يصير تسوي بيه أنت أداء الكلب. كلب خطيئة، هم الله خالقه كلب وبالعراق ونايم يم الزبالة بكل عدمية وعدم اكتراث. قاعد يجي على ساعة يا كله تنكة فارغة وثلاثية أو طلقة تايها من عرس لو جهال لطفاء برياء حالين المدرسة يجون يركضوا ورا بالطابوق وخلص من ذني الأهوال كلهن والكوارث اليومية إنه بجي العزيز عليه. تفضل 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 تفضل، إنه بريد يسوون إبادة جماعية. تفضل ليش ما يقتلوهن الكلاب ذني كلهن؟ اعدموهن الكلاب. هسه الكلاب بالعراق حاطين على راسك هيت $1000 ترى لأن جاي تشوه سمعتهم أنت. أنت ليش ما تعوف؟ ليش ما تعوف النجباء وتشوف لك شغله بمشاتل العظميه؟ خلاص العزيز العزيز بشرفك بشرفك اتوسل بيك.